السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل ومحزن جدا، المدرب الكبير، المدرب العملاق، المدرب الجزائري اليوم إن لله وإنا إليه راجعون أتوفى اليوم عمره 71 سنة عام، الله يرحمه، توفى بسبب فيروس كورونا. إن لله وإنا إليه راجعون، أرجو من حضراتكم ندعيله بالرحمة، الله يرحمه ويصبر أهله وشعب الجزائري، الله يرحمه. المدرب الجزائري نور الدين السعداوي أتوفى اليوم عمره 71 عام، الله يرحمه ويصبر شعب الجزائر، إن لله وإنا راجعون.